الاتحاد بالانضمام الى هيئه الاتحاد الوفد الاعلامي المصري المعتدى عليه شان الشكاوى المقدمه داخليا وخارجيا ضد الاشخاص المعتدين، وذلك للمراهقه القضائيه داخليا وخارجيا. 2 اعداد مذكره لوزير الداخليه المصري لاتخاذ الاجراءات اللازمه لسحب الجنسيه المصريه من اعضاء الجماعه الارهابيه الذين تعدوا على الوفد المصري الاعلامي بنيويورك. 3 التنسيق مع غرفه الاعلام المرئي والمسموع بالقاهره لتقديم شكوى عن واقعه الاعتداء المشار اليها وادراج المعتدين على قوائم الكيانات الارهابيه اعمالا لاحكام قانون مكافحه الارهاب واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضدهم ومن بينها وضعهم على قوائم ترقب الوصول. 4 مخاطبه الجهات المعنيه بالولايات المتحده لمواجهه المركز المصري لمكافحه الارهاب بتقارير حول احداث الاعتداء على الوفد المصري الاعلامي متضمنا بيان اوجه القصور الامني في توفير الحمايه الامنيه له. 5 توجيه خطاب الى السفاره الامريكيه بالقاهره متضمنا اعتراض المركز المصري لمكافحه الارهاب باعتباره كيان غير حكومي مستقل يعبر عن اراده الشعب المصري على القصور الأمني في حماية الوفد المصري الإعلامي.